اهلا بيكم، معاكم الدكتور تامر، والنهارده هنتكلم عن حمى التيفود اللي بيسموها تيفويد فيفر او انتريك فيفر. الحمى دي بتسببها بكتيريا اسمها سالمونيلا تايفي او بارا تايفي، والسالمونيلا عموما دي بكتيريا سالبة الجرام، في منها اكتر من 2600 نوع، منها انواع كتير بيعيش في امعاء الحيوانات والطيور زي الكلاب والقطط والبقر والخنازير وزي الفراخ وزي البط، والانواع دي ممكن تنتقل للانسان وتسبب له نزلات معويه بسيطه عن طريق ان الانسان ياكل اللحوم دي او ياكل البيض ده او اللبن بتاع الحيوانات دي، او حتى الاختلاط المباشر بالحيوانات، او حتى تلوث الاطعمه والمشروبات والميه ببراز الحيوانات دي. لكن الانواع اللي بتصيب الحيوانات دي وتنتقل للانسان غالبا بتعمل نزلات معويه بسيطه، اما اللي بيسبب الحمى او بيسبب حمى التيفود هي بس السالمونيلا تايفي والبارا تايفي، ودي بتعيش بس في امعاء الانسان وفي خلايا الانسان، ودي بتتنقل من انسان لانسان بعده طرق، زي مثلا ان احنا ناكل اكل او مشروبات عملها واحد عنده البكتيريا دي، وبنسميه في الوقت ده حامل للمرض. ساعات البكتيريا دي تكون موجوده في جسمه ومش عامله اي اعراض، لكنه بيكون معدي وممكن يعدينا. عشان كده اي حد بيعمل اكل في مطاعم لازم بيتكشف عليه ولازم يعمل تحليل السالمونيلا. كمان ممكن تنتقل للانسان عن طريق الحمامات اللي مش نظيفة واللي فيها البكتيريا دي. كمان اهمال الانسان لغسل ايده بعد الحمام ممكن ينقل العدوى. كمان عن طريق تلوث مياه الشرب بمياه المجاري، او تلوث الاطعمة والخضروات ببراز شخص مصاب. كمان ممكن يجي للانسان عن طريق الاكل اللي بنشتريه من الشارع من الباعة الجائلين. فالبكتيريا دي لو دخلت جسم الإنسان ممكن تعمل أعراض في خلال من 7 ل 14 يوم، بتكون الأعراض دي عبارة عن ارتفاع درجة حرارة بيزيد يوم عن يوم وخصوصا بالليل، طبعا آلام في البطن، ممكن انتفاخ، ممكن إسهال، ممكن إمساك، ممكن هذيان وحالة إعياء، وممكن صداع شديد، وممكن طفح جلدي. طبعا مش شرط كل الأعراض تكون موجودة في نفس الوقت، وللأسف ممكن تحصل منها مضاعفات خصوصا في الناس اللي مناعتها قليلة أو في كبار السن أو الناس اللي مخدوش علاج، زي مثلا نزيف من الأمعاء، زي يحصل ثقب في الأمعاء، زي نقص الوزن، وزي انتشار البكتيريا دي في الجسم كله في أماكن حيوية زي المخ وزي القلب، وممكن تعمل التهاب في عضلة القلب وممكن تسبب الوفاة. ازاي بقى هنشخص حمى التيفود؟ أولا أنت بتشك فيها عن طريق الكشف وعن طريق الفحص بتاعك، بعد كده لازم تشوف البكتيريا دي عن طريق مزرعة بنعملها، سواء مزرعة دم أو مزرعة قيء لو بيرجع، أو مزرعة بول أو مزرعة براز أو مزرعة نخاع عظمي، ويفضل إن احنا نعمل المزرعة دي في أول أسبوع، لأن كل ما يمر الوقت نتائجها بتقل وحساسيتها بتقل. أما بالنسبة للتحليل اللي هو الفيدال تيست المشهور طبعا عندنا، فده في أمريكا والدول المتقدمة ما بقوش يعتمدوا عليه خلاص ولغوه أصلا، أما الدول النامية والدول الفقيرة ما زالوا بيستخدموه عشان رخيص شوية، لكنه بصراحة غير محدد بالنسبة للبكتيريا دي، يعني ممكن يكون التحليل ده مرتفع ويكون الشخص ما عندوش سالمونيلا ولا عنده حمى تيفود أصلا. فحاليا دلوقتي ما بنعتمدش عليه خالص وتقريبا اتلغى وملوش لازمة، إلا لو احنا ما نقدرش نعمل مزرعة عشان نشوف البكتيريا دي فمضطرين نعتمد عليه. طبعا انا ممكن احتاج اعمل تحاليل تانية لو في مضاعفات، مثلا صورة دم كاملة اشوف في انيميا حصلت ولا لا، بي تي، بي تي تي، ال دي اتش، اي ال تي، ممكن احتاج اعمل سونار، اعمل سي تي، اعمل ام ار اي، الحاجات دي عشان اشوف حالة المريض عاملة ايه ككل. ازاي نحمي نفسنا من التيفود؟ طبعا النظافة العامة، نغسل ايدينا كويس بعد استخدام الحمام، قبل ما نعمل الاكل، بعد ما نختلط بحيوانات او بعد ما نختلط بشخص مصاب. لازم اللي يطبخ الاكل يطبخه بشكل كويس، وبلاش الاكل اللي هو نص سوى او الاكل الني، زي الناس اللي بتاكل بيض ني مثلا او لحوم نية. كمان اللبن لازم يكون مبستر. كمان استخدم مية نظيفة على قد ما اقدر، ولو انا مش متأكد من مصدر المية يبقى اغليها الاول. كمان نغسل الخضار كويس جدا قبل ما نستخدمه، نعمل تحاليل لعمال المطاعم عشان نستبعد وجود السالمونيلا في اجسامهم، ولو عيان عنده حمى التيفود ومحجوز في المستشفى فلازم المستشفى تعمل اجراءات مكافحة العدوى بشكل كويس، وكمان التخلص الامن من براز وبول هذا المريض. اما بالنسبة لعلاج حمى التيفود فبيكون اول حاجة الراحة التامة، سوائل كتير، والاكل يكون سهل الهضم، وبعدين طبعا استخدام المضادات الحيوية زي في الكبار مثلا السيفترياكزون، سيبروفلوكساسين، او الجيل الثالث من الفلوروكنولون زي الجاتيفلوكساسين، ومضادات حيوية تانية كتير.
لو انت شكيت في حاله بتبدا العلاج فورا امبيريكال انتيبيوتيك ثيرابي لحد ما المزرعه والحساسيه تظهر وتحدد اختياراتك على حسب حساسيه المزرعه. ممكن كامبيريكال تريتمنت تبدا سيفترايكزون مع سيبروفلوكساسين. طبعا نعمل عرض جراحه لو احنا شكينا في ان في ثقب في الامعاء او مثلا نزيف في الامعاء او اي مشكله اخرى بالنسبه للجراحه. متابعه حاله العيان ومتابعه العلامات الحيويه بالنسبه للعيان. وفي النهاية أحب أشكركم، اشتركوا في القناة واعمل لايك وشير، شكرا لكم.